لكن نسمع رأي كمان أحد زملائنا في الوسط الرياضي وأحد النقاد الرياضيين الأستاذ علاء عزت مع الزميل العزيز فاروق صلاح. اتفضل يا فاروق. من جديد ده بجد تحية بيك زميلي العزيز محمد سعيد، وكل التحية ليك وكل التحية لضيوفك الكرام الأستاذ محمود صبري والأستاذ جمال الزهيري عقب مؤتمر تقديم المدير الفني للنادي الأهلي مستر مارسيل كولر. معنا واحد من الصحفيين الكبار الأستاذ علاء عزت. أستاذ علاء برحب بيك وتحيات الزميل محمد سعيد واثنين من أساطير الصحافة طبعا الكابتن الأستاذ محمود صبري والأستاذ جمال الزهيري. في البداية تحب تقول لهم إيه؟ اولا تحياتي لحضرتك وتحياتي للاستاذ محمد سعيد وتحياتي للاساتذه الافاضل الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ محمود صبري، وكنت اتمنى اشوفهم النهارده معانا هنا لكن هم قايمين بيراقبوا في قناه النادي الاهلي. المؤتمر الحضور الجماهيري الحضور الاعلامي طبعا كبير بشكل مميز كعاده كل مؤتمرات النادي الاهلي. الراجل واضح ان هو ما عندوش رسائل كتير عايز يقدمها، الراجل اللي عايز يقدم كل اللي لديه في الملعب. واضح ان هو مش جاي يتكلم، مقتضب قوي في رده في على الأسئلة، مش عايز يتكلم غير لما يعرف في الأجواء، وده شيء يحسب له. يعني بيفضل ان هو يعرف الأجواء كويس جدا جدا الأول، ويعرف اللعيبة كويس جدا، ويعرف الظروف العامة في مصر. واضح ان هو جاي من الضل للنار زي ما بيقولوا، مش ملم بكل الأجواء المحيطة بيه، الظروف في ضغط المباريات في مصر هنا، ظروف الإصابات اللعيبة بتاعه. واضح إن هو لسه ملمش بكل ده، عشان كده كانت إجاباته كانت مقتضبة جدا جدا. لكن كان عنده بعض الرسائل مهمة جدا، يعني كان شفنا اتكلمنا على طريقة اللعب، قال لك إن طريقة اللعبة دي هنشوفها مع بعض وحسب ظروف الإمكانيات اللاعبين مش حسب المنافس، ودي نقطة مهمة جدا تحسب ليه، إن هو قال لك إن أنا هشوف هلعب بإيه حسب إمكانيات لعيبتي مش حسب طريقة اللعب اللي هي بتلعب بيها معظم الأندية، وده شيء يحسب له. إن كان في مدربين كتير جدا بيقول لك أنا لسه ما درستش لعب المنافس، لا أنا شايف إن المدرب الجيد هو اللي بيفرض أداءه ويفرض خطته على المنافس بتاعه. ده واضح ان دي كانت اول رساله قالها. كمان الرساله كمان لما كلموه على اللاعبين الصاعدين في النادي الاهلي قال ان انا ما بعترفش باعمار سنيه، هشوف كل اللاعبين، ما عنديش حاجه اسمها سن، ما عنديش حاجه اسمها صغير او كبير، الملعب هو الفيصل. ودي برده كانت رساله مهمه جدا. استاذ علاء شايف عوده النادي الاهلي من جديد للمدرسه السويسريه بعد فتره او نجاح لمستر ريني فايلر، بنشوف عوده للمدرسه السويسريه ممثله في مستر مارسيل كولر، شايف الامر ده ازاي؟ وشايف مدى توافق المدرسه السويسريه شفناها مع اكثر من نادي مصري، شايفها ازاي؟ اولا يعني حكايه المدارس دي اعتقد انها اختلفت شويه، يعني دلوقتي في مدرسه اوروبيه، يعني مفيش مدرسه سويسريه، في مدرسه اوروبيه وفي مدرسه امريكا اللاتينيه، دي المدارس الاشهر مدرستين. يعني اعتقد ان دلوقتي ما نقدرش نقول المدرسه السويسريه، لكن في مدارس قرويه، في مدرسه المدرسه الالمانيه دي خلاص دي مدرسه. اعتقد ان المدرسه السويسريه اقرب ليها المدرسه الالمانيه، يعني واضح تماما جدا. والنادي الاهلي الحمد لله على مدار تاريخه كان كل تجاربه مع المدربين الالمان كانت ناجحه بشكل كبير جدا، من اول فاتسيا مرورا بتسوبل رينا سوبل ورينا هولمان. فاعتقد ان انا عن نفسي انا كناقد رياضي او واحد متابع للمدربين الاجانب في النادي الاهلي دايما بحب المدرسه الالمانيه، بحب المدرسه الالمانيه، مدرسه جاده جدا، مدرسه مفضله بالنسبه لي. انا بشوفها واحده من افضل المدارس الاوروبيه، يعني لو اتكلمنا في مدارس اوروبيه، ثلاث مدارس اوروبيه، مدرسه انجليزيه ومدرسه الالمانيه، اعتقد ان المدرسه الالمانيه هي الافضل في اوروبا. فانا سعيد جدا ان هو ينتمي للمدرسه الالمانيه، حتى لغته المانيه طبعا زي ما كنا شفنا. فانا سعيد جدا ان تنوع المدارس دي، ودي بتنوع ثقافات لعيبه النادي الاهلي. يعني لما كل لاعب في النادي الاهلي عنده اكثر من مدرسه لعب بيها، ده بيخلق لنا جيل من لعيبه النادي الاهلي، جيل ممكن يلعب مع اكثر من مدرسه اوروبيه. استاذ علاء شايف ان النادي الاهلي دايما بيعتز باولاده، بيعتز باللي اخلص للنادي الاهلي، بقاء الكابتن سيد عبد الحفيظ، بقاء الكابتن سامي قمصان، وعوده ميشيل يانكون، شايف الامر ده ازاي؟ اولا انا يمكن قبل كده قلت ان بشكر اداره النادي الاهلي ان هي احتفظت بسامي قمصان، وان هي اسرعت ما حرقتش كارت سامي قمصان. في بعض الناس نادوا ان الكابتن سامي قمصان كان ياخد فرصته بعد رحيل موسيماني، لكن انا كنت ضد الفكره دي. انا بثق جدا جدا في امكانيات الكابتن سامي قمصان، لكن وقتها الظروف كانت لا تسمح للكابتن سامي قمصان يقود المسيره. وقتها كان في ضغوط عنيفه جدا، كان الدوري وصل لمرحله اشتعال، كان في تداخل البطولات مع بعض، فانا كنت شايف ان كان من الافضل النادي الاهلي ما يحرقش كارت كابتن سامي قمصان، لان ده مشروع مدرب، مشروع مدير فني قادم للنادي الاهلي. فكنت يعني كنت معجب جدا بقرار النادي الاهلي، وايدت قرار النادي الاهلي ان هو يتمسك بسامي قمصان كرجل اول او رجل ثاني في الجهاز الفني، وما يكونش يصعد مدير فني. لو كان النادي الاهلي لا قدر الله تحت قيادته خسر
بطوله دوري او خسر بطوله كاس كان ممكن الكابتن سامي مصان يدفع الفاتوره لوحده. استمراره مهم جدا جدا جدا، لان ده مشروع، ده مشروع يعني فعلا النادي الاهلي بيقول ان ده مشروع مدرب، مش مدرب جاي يأدي مهمه ويمشي. ودي احنا مفتقدها على فكره، يعني انا كنت يعني يمكن شويه وجهت انتقادات لحد الكره لما عين مدير فني جديد لمنتخب الوطن الاول، كنت اتمنى ان هو يتمسك بالكابتن محمد شوقي ويكون موجود مع الجهاز الفني الفتره دي، لان احنا بنعمل مشروع مدرب وطني، النادي الاهلي بيعمل مشروع مدرب وطني، وكنت اتمنى اتحاد الكره يسرع ضرب النادي الاهلي ويحتفظ بالكابتن محمد شوقي في الجهاز الفني للمدير الفني الجديد في توريا، لان ده كان مشروع مدرب وطني. انا بشكر النادي الاهلي على الخطوه دي. طبعا كابتن سالم حفيظ بقاؤه ده كان يعني امر ضروري جدا، امر مهم جدا، وجود مدير فن مدير كره قوي زي كابتن سامي مصان، مدير كره ملم بكل اللوائح والنظام وطريقه المنافسه محليا وافريقيا، يعرف كل خيوط اللعبه. هو فعلا كابتن سامي حفيظ ممسك بكل خيوط اللعبه في مصر، وده كان وجوده مهم جدا، ويمكن كمان واحده من اسعدت جماهير النادي الاهلي بقاء الكابتن سامي، بقاء الكابتن سامي حفيظ في منصبه، لان فعلا وجود كابتن سامي حفيظ مهم جدا جدا للنادي الاهلي في الفتره دي. شكرا يا استاذ علاء، نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. لو عندك رساله حابب توصلها، رساله اخيره لجمهور النادي الاهلي، تقول لهم ايه؟ بقول لجمهور النادي ما تقلقش، انتوا عشتوا الفتره اللي فاتت فتره صعبه، وده طبيعي جدا، كلنا عشنا الاجواء دي، وانا على مدار تاريخي في تخطيط النادي الاهلي عشت الاجواء دي كتير جدا. دايما جمهور النادي الاهلي قلق، ودي ظاهره صحيه، انا بعتبر ان قلق جمهور النادي الاهلي على الصفقات ده قلق صحي جدا في حكم المنافسه، وان بيشوف المنافس بيجيب، لكن اهدوا شويه. يعني انتوا فرحتوا بالتعاقد مع المدير الفني الجديد كولر، ان شاء الله النادي الاهلي هيكون على حسن عند حسن ظنكم، ويكون على قدر المسؤوليه، وهيجي لكم صفقات كثيره جدا. ورغم ان انا كناقد رياضي شايف ان النادي الاهلي الصفقات الحقيقيه للنادي الاهلي هي عوده نجومه وعوده لعيبته، وانا واثق والله العظيم ان النادي الاهلي بدون صفقات هيرجع النادي الاهلي اقوى من مكانه. شكرك يا استاذ علاء، وكل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا. زميلي العزيز محمد سعيد، ده كان لقائنا مع الأستاذ علاء عزة الناقد الرياضي بعد انتهاء المؤتمر الصحفي لتقديم مارسيل كولر وجهازه المعاون. خطوة جديدة وبداية جديدة للنادي الأهلي، نتمنى إن شاء الله معها تكون عودة البطولات من جديد للنادي الأهلي من جديد. تعود الكلمة للزميل العزيز محمد سعيد وضيوفه الكرام.